ارتدى بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارا تمكنت يوم أمس الجمعة من إيقاف المدعوة الفاتحة صاحبة روتينية اليومي الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء. وحسب ذات المصدر فإن المشتبه فيها تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها في موقع اليوتيوب. وتبعا للمصدر ذاته تم إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد صبوا جام غضبهم على المعنية مستنكرين ما اقترفته من إساءة واضحة وبليغة جدا للمجتمع المغربي المحافظ. يشار إلى أن المسمات فاتحة بطلة روتيني اليومي سبق وقامت بتصوير فيديو من داخل مرحاض منزلها وهي تتغوط أعزكم الله على المباشر بطريقة مقرفة ومخلة بالحياء العام، وهو المستوى الأوضع والأحقر الذي بلغه تاريخ اليوتيوب المغربي لحد الآن. لذا كانت مرايا 24 بالإضافة إلى أصوات وقنوات أخرى دعت السلطات المغربية لتفعيل القانون ضد السيدة ومن يشجعها، خاصة الفصل 484 من القانون الجنائي من أجل ردع المعنية وإيقاف نزيف تشويه سمعة المغرب والمغربيات.